اليوم اخترنا موضوع ممكن يكون تردده أو سمعه قليل عند البعض، وأكيد أنا أولكم بصراحة اسم الموضوع علي جديد، واللي هو الالتهام الذاتي. نعم. مشان نحكي بتفاصيله أكثر ونسأل فيه أكثر، معنا اليوم أخصائية التغذية دونا. صباح الخير. صباح الورد. كيفك اليوم؟ الحمد لله. كيفكم؟ والله الحمد لله تمام. يسعد صباحك وشرفتينا اليوم. شكرا. يوم بيوم. بداية مثل ما ذكرت زميلتي ملاك إنه هذا المصطلح إحنا نادرا ما بنسمعه، فنمشي ستيب باي ستيب. ما هو الالتهام الذاتي؟ هلا الالتهام الذاتي بتقدر تعتبريه هي آلية تدمير خلوي بتصير جوا الخلية. بتعمل على تفكيك العضيات التالفة والبروتينات الضارة في الجسم أو الضارة في الخلية اللي هي بتؤدي إلى مشاكل أكبر لقدام. بتعمل على تفكيكها. ليش؟ يا أما حتى نعيد تدويرها وتكون لنا يعني عضيات جديدة، أو حتى ننتج طاقة. أوكي؟ حلو. وبرضه هي بتعمل على تدمير أو القضاء على الباثوجنز اللي هي مسببات الأمراض مثل الفيروسز والبكتيريا. تمام. طيب دونا خليني بس أحكي شغلة. هلأ هاي كمصطلحات طبية، خلينا نبسطها شوي على المشاهدين، تحكي لنا بشكل سريع عادي ببساطة شو هو الالتهام الذاتي يعني. كيف بيبدأ؟ أها. طيب هلأ الآلية كيف بتبدأ؟ بتبدأ لما الجسم يصوم، لما الواحد يصوم. الواحد بيكون محتاج للعناصر الغذائية وتحديداً للجلوكوز. هلأ الحاجة للجلوكوز معناته سكر الدم قليل. أوكي؟ هلأ لما يكون سكر الدم قليل الأنسولين رح يصير فيه تثبيط لإله. صحيح. لأن الأنسولين هو عبارة عن هرمون بفرز من البنكرياس. صحيح. بيعمل على أنه بياخد السكر من الدم، وين بدخله؟ بدخله على الخلايا حتى يتم حرقها عشان ينتج لنا الطاقة. فسكر دم قليل بالتالي هرمون الأنسولين قليل. هلأ لما هرمون الأنسولين يقل بصير في عنا ارتفاع لهرمون تاني اسمه هرمون الجلوكاجون. وهون بتبدأ عملية الالتهام الذاتي، هيك بصير تحفيز لإله بهذا الارتفاع اللي هو ارتفاع هرمون الجلوكاجون. هلأ بعد سلسلة من العمليات بشكل مبسط كيف تحدث عملية الالتهام الذاتي، بصير في عنا تشكيل لحويصلات اسمه حويصلات البلعم الذاتية. هلأ بتبلش تتشكل وبصير في عنا عزل جواتها، بصير في عنا عزل جوا الحويصلات جواتها بيكون في العضيات التالفة، يعني بصير عنا عزل على العضيات التالفة وبتشكل عنا حويصلات البلعم الذاتي. نعم. بعدها بتروح للجسيمات الحالة اللي هي بتحلل المكونات هاي وبترتبط معها، بس ترتبط بصير في عنا ديجراديشن اللي هي عملية التحلل الخلوي. نعم. طب هلا انت ذكرتي انه عن طريق الصيام خلينا نحكي بتبلش عملية الالتهام الذاتي. صح. يعني في فترة حرمان. صح. الانسان حرمان لنفسه. صح. للأكل. صح. طب فوائد الالتهام الذاتي، يعني لأنه إحنا دائما بنسمع إنه الحرمان إشي ضار، بس أكيد الحرمان في بعض الأحيان بيكون فيه له فوائد. صح. فخلينا نحكي على الفوائد. هلا بالنسبة للالتهام الذاتي فوائده إنه بحث على الشيخوخة الصحية. يعني أنتوا بتشوفوا في اثنين بنفس العمر بيكونوا حدا كأنه عمره 20 وحدا كأنه عمره 90. بالضبط. فإيش بيكون السبب؟ السبب إنه في إشي اسمه عنا الشيخوخة الخلوية. هاي الشيخوخة الخلوية بتحدث نتيجة تراكم البروتينات الضارة جوا الخلية، وهاي التراكمات بتأثر على إيش؟ على وظيفة وظيفة يعني وظيفة الجسم الطبيعي. يعني الحرمان بيخلصنا من هاي البروتينات الضارة، أو الالتهام الذاتي بيخلصنا من هاي البروتينات الضارة. صح. طيب دونا خليني أسألك هلأ على المدى البعيد، قديش نحن في علينا خطر أو شو سلبيات الالتهام الذاتي؟ وخلينا نحكي بالمرة يعني إنه عن الإيجابيات، تعطينا إيجابيات وسلبيات الالتهام الذاتي. أوكي. هلا بالنسبة للالتهام الذاتي ما في سلبيات. أوكي. هو دائما مفيد للجسم، بس نقصان عن معدلاته الطبيعية بتؤدي لأمراض. أوكي. والأمراض رح نحكي عنها هلا كمان شوي. أوكي. والزيادة عن معدلات الطبيعية بتؤدي لموت الخلايا. يعني يلتهم الالتهام الزايد أو المفرط بيؤدي لموت الخلايا، فإحنا بدنا يكون بالانس متوازن. طب كيف إحنا بنحقق هذا البالانس؟ عن طريق الصيام مثلا، صيام متقطع، عن طريق مثلا ممكن
بتلعب رياضة، ممارسة التمارين الرياضية، الأنظمة الرياضية. صح؟ أكيد مهم الرياضة، مهمة مع أي نوع دايت، مش نوع معين. لازم نلتزم برياضة أكيد طبعا. صح طبعا. طيب بس هلأ الصيام المتقطع، يعني أنت بتنصحي فيه كحمية غذائية للأشخاص الأصحاء؟ أوكي. للأشخاص الأصحاء، لأنه هاي مهم النقطة. وفي مهم في معلومة أنه الصيام المتقطع هي مش حمية. الحمية إنه نحن بنحكي إنه اتباع نظام غذائي معين، لكن الصيام هي بس إنك تراقبي متى بتاكلي ومتى ما بتاكلي. هي ما فيها قيود، نحن بنقدر ناكل اللي بدنا اياه بالفتره المسموح. أيوة. فيها ناكل. بس متى بتاكلي ومتى ما بتاكلي. طيب هلا الصيام اكيد برضه في له مده مسموحه. طب صح. المده او الصيام المتقطع برضه، هلا المده المسموحه للصيام المتقطع قد ايه لازم تكون؟ في ناس بيقدر ياخذوها مده طويله، مثلا تقدري تاخذي 12 ساعة تاكلي، 12 ساعة ما تاكلي، 16 ساعة تاكلي، سوري ما تاكلي، 8 ساعات انك تاكلي. طيب في بانه حكينا بهاي النقطة، في أطعمة معينة بتزيد من حدوث عملية الالتهاب الذاتي؟ هلا ما في أطعمة بتزيد من حدوث الالتهاب الذاتي، بينما في أطعمة بتقلل من الحاجة للالتهاب الذاتي. أه. يعني بتكون مفيدة اللي هي زي مثل الأطعمة اللي بتحتوي على الأنتي أوكسيدانتس، مثل اللي هي بتحمي الخلايا من التلف. أه. مثل اللي مثلا الخضروات، البروكلي، السبانخ، الفواكه. مم. الشاي، القهوة، هدول بيحتوي على الشاي يعني القهوة، بس أكيد بدون سكر. أو السكر القليل أكيد أو الصحي. يعني خلينا نحكي إنه الالتهاب الذاتي إلى حد ما آمن لجميع الأعمار. نعم أكيد، بس انه يعني الصغار بدنا نتفادى شوي. اللي هي من اي عمر؟ نحكي 18 وفوق. 18 وفوق. ويعني عادي الاشخاص الاصحاء، الاشخاص اكيد نركز، بينما الاشخاص اللي يعني اللي عندهم امراض لازم يتابعوا دكتورهم اكيد، طبيبهم. يعني صراحة موضوع جدا شيق. يعني هلا طب ليش تم اطلاق عليه مثلا كلمة الالتهاب الذاتي؟ احنا ذكرنا موضوع انه الالتهاب الذاتي على اساس انه بتاكل الخلايا، وذكرتي ايضا بالبداية انه بتوصل بعد ما تتاكل هاي الخلايا انه احنا بحاجة انه احنا نرجع نقوي الخلايا اللي تم تاكلها. فطب يعني هلا احنا بدنا نرجع نقويها بس عن طريق التغذية الصحيحة والصيام المتقطع. صح. أشياء تانية أكيد إنه ندخل الفاست فود والجونك فود بنخرب هيك كل شيء. هلا شوفي خليني أسألك دونا، بما إنه موضوع الالتهاب الذاتي أنت ذكرتي إنه لازم يكون للأشخاص الأصحاء، بما معناه إنه ممكن يأثر على الأشخاص المش أصحاء. طيب الالتهاب الذاتي على المدى البعيد ممكن يسبب لنا أمراض، أو في إله مدة معينة بعدها ممكن يصير خطر علينا، أو خلينا نحكي شو هي الأمراض اللي ممكن يسبب لنا إياها إذا استمرينا؟ الالتهاب الذاتي لازم يكون مدى العمر، يكون هي آلية طبيعية أصلاً تحدث في الجسم، تكون مدى العمر. هلا الأمراض اللي بتسبب يعني تسبب بسبب نقص الالتهاب الذاتي مثل باركنسون اللي هو بنسميه الشلل الرعاشي، الزهايمر بيعمل يعني. يس بيعمل. لا نقصانه بيعمل. نقصانه. يس. طب نقصانه بيعمل هاي الأمراض. طب شو الأمراض اللي بيعالجها ممكن؟ بيعالج كتير، مثلا ممكن أمراض القلب بيقي منها، ما بيعالج بيقي منها، يقي من مثلا أنواع السرطانات كاملة. أوكي. يقي من أمراض هذا القلب. لازم نمشي عليه الالتهاب الذاتي. يقي من الأمراض القلب اللي هي أمراض الأوعية الدموية وغيرها، السكتات القلبية والجلطات وهدول. طب في أطعمة حكينا الأطعمة المعينة عندنا اللي هي الخضروات وأيضا الفواكه، الشاي، القهوة اللي بتقلل من الحاجة. طيب البعد مثلا عن اللحوم والدجاج والأسماك وهالأمور هاي، هل هي فعلا ممكن تكون بتسبب خلل لعملية الالتهاب الذاتي؟ عادي يكون بالانسد، الواحد يأكل بالكمية الطبيعية عادي. بدنا نشكرك اليوم دونا، استفدنا كثير من خبرتك ومن معلوماتك اللي اعطتينا اياها. بس قبل ما نختم معك حابين انه انت تقدمي نصيحه لمشاهدينا بخصوص هذا الموضوع. هلا بالنسبه للالتهاب الذاتي ما في شيء يعني مثلا مصباح سحري او مفتاح سحري نحكي انه يلا اشتغل فيشتغل، يوقف فيوقف، هي اليه طبيعيه بتصير بالجسم. هلا بالنسبه للاشخاص الاصحاء انا بنصحهم انه يتبعوا الصيام المتقطع بكم يعني بطريقه متوازنه، ويلعبوا رياضه اكيد، ويكون نفسيتهم منيحه. صحيح. شكرا لك دونا، كثير اليوم انبسطنا معك واستفدنا من معلوماتك. يعطيك الف عافيه، شرفتينا، اهلا وسهلا فيكي.